لو الحكاية فيها إن فيجو. النهاردة الأربع 17 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج الدلو، عندنا كمان الشمس موجودة في برج الأسد، وزحل موجود في برج القوس، وكمان المريخ موجود في برج القوس. عندنا ثلاث كواكب موجودين في برج العذراء، هما فينوس وعطارد والمشتري، وعندنا ثلاث كواكب بيتراجعوا، هما أورانوس بيتراجع في الحمل، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية دي هتأثر ازاي على الـ 12 برج.